السلام عليكم، حياكم الله، يا أهلا وسهلا، الله يسعدكم. اليوم بس ودي أتكلم لكم شوي عن المحمية المنزلية. أنا والله حريص جدا أنه كل واحد منكم يسويها بالبيت، لأن أشوفكم والله تتعبون وتتخسرون، ومجهوداتكم ما شاء الله تبارك الله رائعة، ولكن أحس أنه في فقد وهدر وموت نباتات وصيف شتاء حر صقيع، يعني في عوامل جوية كثير بعد هي تمشي ضدكم. فلما نتكلم عن المحمية المنزلية، أنا والله من زمان أنصح فيها، ومن زمان ناديت إنه يا ليت في كل بيت يكون فيه محمية منزلية مهما كان الحجم. يعني الحجم لا تقيدون في حجم معين، ترى الأحجام يعني ما هي مرتبطة بمساحة معينة، أقل من كذا ينجح أكبر من كذا ما ينجح، لا. يعني حتى لو عندك مترين في ثلاثة وأعلى منها، طبعا هي إذا تكبر أنت تكون أكثر راحة نفسية وأكثر استقرار وأكثر يعني ممارسة لبعض التجارب. لذلك الله يسعدكم، المحمية المنزلية فكرتها بسيطة جدا. إن حبيتوا تسوونها الزراعة مائية، هذه الجنب هذا عندي زراعة مائية زي ما أنتم شايفين هنا، زراعة مائية كلها هذه ما شاء الله أشجار الفلفل صايرة زي الغابة ما شاء الله. ترى هذه خمس بذرات فقط لا غير تجي بالمغلف، شوفوا يمكن فيها قريب 500 أو 600 ثمرة الآن، يعني لسه صغار. هو طريقته كذا نوع الفلفل هذا، لأنه بالزراعة المائية ولأنه محمي. وعندي برضه الفراخات هذولي، شوفوا أوريكم البيبي صغير الحلو، هذول يسويهم بعد بالمحمية. عندكم تعرفون الطماطم العادي والشيري العادي اللي تعرفوه كلكم. فشوفوا هذه الشجرة واحدة من هنا، هذا بداية الكلستر أو العنقود أو البرج أيا كان اسمه، هذا الأحمر ترى. هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، والأخير الصغير هذا 11. فلما يكون 11 في شجرة واحدة، كل كلستر فيه 20 إلى 30 حبة طماطم. يعني لما تحسبونها تلقون الإنتاجية عالية جدا، وتستاهل التعب، تستاهل مجهودكم، تستاهل أنه تهتمون فيها. ترى هي مش مزعجة، حتى الزراعة المائية لما يقول لك زراعة مائية، يعني لا تلتفتون لبعض الناس اللي يقول لك الزراعة المائية ويدخل على الهيدروبونيك يحتاج وما أدري إيش. لا يا جماعة الخير، اللي يتعاملون مع الزراعة كأنها قنبلة نووية، يعني والله ودي ما تلتفتون لهم، الله يستر عليهم. هذا يصعب الأمور، حتى لو أحد منكم سمع نقاشاتهم وحواراتهم قال والله ما عاد أزرع. ترى الزراعة المائية هذه ماسورة ترجع الموية، وهذا سطل نزرع فيه، يصب المويه هنا يرجع من السطل هنا المنطقة هذه، يروح هناك يصب الخزان في مضخة تجيبه مع اللي هذا يصب هنا. وهذه الفكرة كلها، ترى السطل اللي هناك اللي هو الخزان، أي خزان عندكم بالبيت، أنا أستخدم المراكن عشان تكون صغير حجمها. المركن هذاك نحط فيها تسميد وقت ما نحب نسمد، وقت ما نبي نعطي مويه، هذاك هو. يعني هذه الفكرة بشكل عام، يعني هذه الزراعة المائية. هذا اللي عندنا ترى هذا بيرلايت، تعرفوا البرلايت كلكم، اسفل هنا نسوي شويه حجر بركاني عشان ما يطلع البرلايت مع المويه، وانتهت القضيه. يعني الفكره سهله جدا بالزراعه المائيه. وابعدوا شويه الله يسعدكم عن الناس المعقدين اللي يخوفونكم. فالمحميه المنزليه انت تقدر تزرع فيها طول ايام السنه، يعني ما تقول صيف شتاء، والله جاء صقيع جاء حر ماتت الشتلات. فهذه الفكره اللي انا والله حاب اقولها لكم اليوم، ننتبه لزرعنا ومجهودكم. ترى راح يكون مجهود بسيط جدا جدا، يعني ما راح يكون مجهود مكلف. انا والله اسافر عنها بالاسبوعين بالثلاثه، مجرد ما واحد من البيت اقول له حط كل ما يخلص الخزان عبي له مويه، واضيف له شويه اسمده اذا انا حاب اسمد. يعني فبرضه شوف ما شاء الله الشجره هذه، شوفوا تابعوها، هذه واحده طبعا شايلين منها كثير من هنا، شوفوها من هنا ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الكلاسترات كيف، هذه العناقيد متواصلة، شوفوها كيف إلى آخر شجرة بالأعلى. فالله يسعدكم، ترى العملية سهلة جدا. سووا محمية منزلية، تبغاها مائية ما عندك مشكلة، تبغاها بالتربة أنت تجيب مراكن وتجيب تراب، أنواع التراب الخفيفة هذه، وتسويها تزرع فيها. حتى التين هذا، التين قدامكم، احنا الآن خلاص احنا دخلنا على شهر ثلاثة،
هذه انواع التين، هناك في فراوله. الفكره يعني هذه، هناك فيها زي ما انتم عارفين ورد واشياء، يعني ما عندنا مشكله. هنا في برضو حبيبتنا الجوريه صغيره لسه مطلعه ورد. هذا لانه داخل المحميه انا مهتم فيهم شوي واعرف كيف اتعامل معهم داخل المحميه. والله ومستعدين للجميع، بس ازرعوا وتوكلوا على الله وبسطوا الامور عليكم. هذه تعتبر زراعه تربه، هذه تربه، هذه مراكن كلها تربه، يعني مش شرط ان تكون زراعه مائيه. الفكره ايضا تكون هي يعني حافظه نباتاتكم من الموت والاشياء هذه، وتطبقون فيها تجاربكم تتعلمون اكثر واكثر. هذا التين ما شاء الله تبارك الله، شوفوا الاحجام ما شاء الله قياسيه. طبعا طول الفتره الشتويه ما توقف عندي انتاجه نهائيا. هذا شوفوا الانتاج كيف ما شاء الله، ما توقف الانتاج ولا زال الانتاج مستمر ولله الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا. فالمحميه المنزليه ضروريه لكم، الله يسعدكم. مجهودكم اللي تتعبون هذا والضياع، ضياع الاشجار، جاء الصيف جاء الشتاء ما ادري ايش اقول لكم، يعني انتم عارفين العمليه كلها. هذه برضو عندي حوالي 9 انواع من التين او اصناف. هذا برضو هذه تجربه معينه على عقل الطماطم. هذه الطماطم الاسود اذا تذكرونه، هذا هو، هذه العقل، هذه صار عمرها سنه محافظ عليها لتجربه معينه، يعني ان شاء الله نتكلم عنها بوقت لاحق. فهذه الله يحفظكم، شوفوا انتاج التين جميل، حتى الجميلات هذول زي ما انتم شايفين. هذا القطن برضه مدخله فيه بالمحميه. شوفوا انتاج التين، كل الافرع كل الشجره. بنوريكم عاد الجميله هذه، يلا عاد كحلوا عيونكم بورد القطن. فزي ما انتم شايفين، شوفوا نظره عامه على التين ما شاء الله، والطماطم زي ما انتم شايفين. ومش حكر على التين والطماطم والاشياء هذه، لا، اي شجره تخطر على بالك تحطها بالمحميه تمشي معك. هذا ما شاء الله تبارك الله عنب البحر، لسه بادي بالنموات الجيده. هذا النان فروت، هذا الشيكو برضه. يعني العمليه ترى جدا سهله وبسيطه، يعني ما فيها ازعاج ولا فيها تعب، الله يسعدكم. انا والله ما ودي اطول، ودي شرح يطول، لكنه اعرف انه بعضكم ملولين مثلي، فلذلك ما راح اتاخر عليكم بالكلام. لكن خلاصة الموضوع، يا ليت كل واحد يسوي محمية في بيته يرتاح. وهذا برضو صاحبنا الديدحان ما شاء الله أعطى مجموعة كبيرة جدا. هذه عنبة ما شاء الله ممتدة من هنا من الأخير جاية على كلها، أنا حاطها على السور عشان أرفعها بعدين، تظلل لي المحمية عن الصيف، راح أرفعها بفوق أحط لها تعريشة فوق. فهي بشكل عام هذه المحمية سهلة بسيطة يسيرة جدا، تعاملها سهل، ما فيها اي تعب، ما فيها تعقيدات، ترى كلها انتم تسمدون واحنا بالمحميات نسمد، نفس الفكره ما نختلف. يعني ما احد يقول لكم المحاليل معقده والمدري ايش، لا كلها سهله. وهذه وردتكم حقت امس، والله يسعدكم، مع السلامه.